11 أفريل 2015 فريق ماجيفانت يتحول للبلجيكيا لتغطية ومواكبة حصرية الحفل فنان الجيل تامر حسن. بدينا بالاستقبال في المطار في مطار بروكسل. الطيارة هبطت ماضي ساعتين متاع القائلة اللي كان يعجب المعجبين وحتى الدبلوماسيين المصريين. طبعا احنا عارفين ان الفن والرياضه الوسيله الاولى لجمع الشعوب والثقافه، فاحنا مبسوطين بوجود الفنان تامر حسني هنا، وانا سعيد بوجود اخوه من المغرب الشقيق وجنسيات تانية ان هم في استقبال الفنان تامر حسني، وان شاء الله ننبسط ونسعد كلنا الحفله الجميله اللي هتتم باذن الله. هذا شرف لنا ان تامر يكون معنا في بلجيكا لاول مره، وان شاء الله ما تكونش مرة. احنا جد فرحانين وداك الشيء اللي جينا نستقبلو. وثاني حاجه في الحفل عندي اغنيه ديو انا وياه، وكاين مفاجاه اغنيه غتكون هديه لتامر ان شاء الله. يعني مستعده للحفله ديال غدا، ما غاديش نغدا 100% ان شاء الله. احنا طبعا مستنيين تامر هنا، يعني الجمهور كله مستني وفرحانين جدا. جينا اول مره في بلجيكا، يعني مش عايز اقول لكم انا قد ايه فرحان، يعني مش قادر اعبر عن فرحتي عنه. بجد بجد انا مبسوط جدا، صار لي 7 سنين ناطر لحتى اشوفه لحتى يجي لهون على بلجيكا. الحمد لله كل يوم رح اشوفه. بحب لك انه بحبها كثير. أستاذ تامر أهلا وسهلا بك ومرحبا بك في مغرب 24. نحن حصلناك في بلجيكا حتى نعملوا تغطية شاملة شوية على الحفلة متاعك في بلجيكا. أول كلمة ساعة شنو تقول للجمهور اللي قاعد مستنيك قدام ستيج قبل الحفلة بدقائق النجم نقوله؟ والله أنا بتشرف إن أنا معاك النهاردة، وده شرف لي أنا، وبقول للجمهور إن أنتوا وحشيني أكتر، وبقالي فترة نفسي أجي، وإن شاء الله نعمل حفلة كويسة بإذن الله. واكبنا التحذيرات والبروفات قبل ما تبدأ الحفلة حتى لين وصلنا الموعد الحفل اللي جماهيريا يعتبر ناجح بامتياز. دخلة قوية لتامر حسني بغنية يا بنت الايه، وجمهور يردد في كل الاغاني بالكلمة بالكلمة. Yeah.
حفلة ممتازة وجو كبير برشا عشناه مع تامر حسني. استنونا في كل التفاصيل في برنامج بدي تايب خوشين مو على مغرب 24.